بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف مليون عافية. بدنا نحكي اليوم على موضوع الخلافات الزوجية، وسنتكلم على موضوع يسمى الموضوعية، موضوع الموضوعية، كيف نحل مشاكلنا بموضوعية. لكن العلم نور، يعني خلينا أول شيء نفهم ما هي الموضوعية وما هي أنواع الموضوعية، وليش منحاول مرات نحل الموضوع أو الخلاف بموضوعية لكن نفشل. تلاقي مرات الخلافات العائلية، تعالي نقعد أنا وإنت ونحل المشكلة، كلمة مني على كلمة منها، كف مني على كف منها، مشكلة وصلت للسماء. طب ما احنا كنا قاعدين على أساس بدنا نحل الموضوع برواء وخلص اتفقنا إنه كل شيء تمام، أو ممكن إنه يعني نوصل لبعض الاتفاقات وبعدين ترجع مرة تانية الخلافات تعود أقوى وأشد وأعمق. العلم نور، العلم نور. أولا، ما هي الموضوعية؟ لما نحكي كلمة أنا حابب أعالج الموضوع بموضوعية، خليك موضوعي. شو يعني موضوعية؟ الموضوعية هي الأسس التي تحكم من خلالها على شيء معين، وهذه الأسس ثابتة حتى لا يكون هناك ظلم أو ميل للعاطفة. يعني لما أجي أحكي أنا بدي أحكم على هذه الأكلة بموضوعية، بجي بقول الملح كان أقل من اللازم، الفلفل كان أكثر من اللازم، اللحمة مش مستوية، كان بدها شوي كمان على النار. أنا عم بجيب مثال سطحي لكن لشرح موضوع أعمق. فهذا موضوع، هي موضوعية. أنا فريق كرة قدم بشجعه، فريق بلدي بيلعب مع فريق آخر، بجي بتكلم بموضوعية، ما بجي بقول الحكم ظلمنا والمش، لا بقول فريقنا ما لعب منيح، خط الدفاع منهار، خط الوسط مش عارف إيش، اللعيبة تعبانين، اللياقة. بمعنى أن هناك أسس أقرب ما تكون بالنسبة إلي للعدل في الحكم على الأشياء بدون ما أدخل عاطفتي، لأنه الحكم بغير الموضوعية القرد في عين أمه غزال. يما أنت ما فيش منك في الدنيا، مرتك هي السافلة، أنا بقول لك أنت بطل، أنت أحسن واحد في الدنيا. هذا بيسموه subjective way of judging، اللي هو لا يعتمد أبدا على الموضوعية، يعتمد على المشاعر. تعالوا نشوف المصيبة اللي موجودة عندنا. هناك نوعين من الموضوعية، هاي وجهة نظر بالنسبة لي يعني، وهذه من خلال دراستي ومن خلال قراءتي ومن خلال ملاحظاتي. هناك الموضوعية المعلبة مسبقا. الموضوعية تأتي من الأحكام، والأحكام هذه أصلا موجودة في دماغك منذ الأزل، من زمان، من ولادتك. من وين أخذتها؟ أخذتها من المجتمع، من التلقين في المدرسة، من الدين وفهمك للدين وفهم عشيرتك وأهلك للدين. وبالتالي أنت عندك مجموعة من الأحكام المعلبة الجاهزة، فبمجرد ما يعرض موضوع خلافي بينك وبين مرتك، أنا زلمة بوف اضرب على الهذا، ما أنت بتعلي صوتك، أنت مش من حقك أصلا كذا. هذا كله جاي من وين؟ من الموضوعية، الموضوعية اللي أنا معلبها، فأنا بسميها هاي الموضوعية المعلبة. البديل من وجهة نظري الشخصية أنا بسميها الموضوعية الطفولية، لكن أنا ما عم بقصد الطفولية إنه هي ساذجة. الشيء المشترك مع الطفولة في الموضوعية اللي أنا بحكي عنها الفضول التفسيري، يعني بمعنى آخر الموضوعية التفسيرية العميقة. بمعنى أنه أنا إذا إجت مرتي وكان في بيني وبينها خلاف، بدل ما أعود للأساسيات والأسس اللي موجودة فقط في رأسي، أبدأ بالبحث بموضوعية عن فهم أوضح وأكثر لماذا تتصرف هي بهذه الطريقة. لما أقعد مع جوزي وأشوف أنه دائماً عصبي ودائماً شرس ومش عارف إيش وبيحب شو ولاده وبدخل على البيت، بدل ما أحكم بموضوعية المعلبة مسبقاً أنه هذا مش رجال، مش هيك الحب، مش هيك العلاقات، أنا حظي سيء، أبدأ أبحث وتكون عندي موضوعية تفسيرية عميقة تماماً كالأطفال. الأطفال اللي بيسألوا كثير ليش؟ وليش بنزل مطر؟ من الغيوم. وليش الغيوم فيها مي؟ من البحر تبخرت. وليش تبخر المي؟ هاي الأسئلة التي لا تنتهي. نحن ما بنتكلم بهالسذاجة، على كبر بتكون أعمق. بمعنى آخر أنه إحنا لازم نلجأ ولازم نعتمد على ما يسمى الموضوعية الطفولية العميقة، بدل ما أنا أبلش أحكم على الناس. لما يجي إنسان ويخطئ في حقي، لن أذهب مباشرة إلى الحكم المطلق عليه،
انه هذا انسان قليل حياه ومش متربي، ساذهب قبل ذلك الى وضع اسس موضوعيه في الحكم عليه. ليش هيك بيعمل؟ طب ما احنا كنا اصحاب، طب ليش هالتغيير المفاجئ؟ شو الشيء اللي هو محسسه؟ يعني اليوم انا بحكي دائما جوز زوجك بيعلي صوته دائما بيصرخ في البيت، عنده نقص في شيء معين، عنده في مشكله، في ضعف شخصيه، في ضعف معين موجود عنده. القوي لا يستخدم صوت عالي ابدا ابدا. طب ما اللي قدامي بيسمعوش، ما بيستخدمش صوت عالي. القوه مش بالصراخ، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هاي الشده. لكن هو السؤال، طب ليش هو عم يصرخ؟ طب ليش في مره، ما عم نحكي على رجال بس، ليش في امراه دائما بتصرخ ودائما اولادها يلعن اقعد ولك يا ابن المش عارف ايش وايش؟ هل هي بتكره اولادها؟ لا، ما بتكره اولادها، هي عندها مشكله مع نفسها، مشكله كبيره مش صغيره، كبيره كثير. ليش؟ لانه ما في موضوعيه، موضوعيه البحث، موضوعيه العمق، موضوعيه الفضول حتى انا استطيع اني احكم. اما اني انا اطلق احكام مسبقه مبنيه على الخارطة الذهنية، احفظوها هاي الكلمة، الخارطة الذهنية. وين موجودة هاي الخارطة الذهنية؟ في جزيرة الكنز؟ لا، موجودة في كل واحد منا. هي عبارة عن خارطة من خلالها أنت تحكم على الأشياء. من وين جبت أنت الخارطة؟ الاتجاهات تبعتها من وين؟ من المدرسة، من الدين، من البيت، من أمك. كيف أبوك كان يعامل أمك؟ كيف أمك كانت ترد على أبوك؟ من ما يحدث حولك، من ردود فعلك لتجاربك. يعني أنت عندك تجربة، حبيت واحدة وحكت لك مش حبيتك، أنا مش طايقيتك، فصار عندك تجربة، صرت تكره كل النساء. هذه أنت وين حاططها؟ حاططها بخريطة عندك. المرأة إذا ما عملت ولا ما بتسمع كلامك، والرجال إذا ما خليتيه مفلس على طول على طول بيروح بتطلع على غيرك، ويمأمنا بالمية، يمأمنا بالرجالة، يمأمنا مش عارف إيش بالغربال، والأمثال الشعبية، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، والكلام الفاضي، والأغاني، كلياتها هاي شغلات بتدخل في الخارطة الذهنية. ومن ثم بتستخدم انت الخارطة، كل ما بصير عندك موقف بتروح تفتح خارطتك اللي موجودة سبكونشسلي كلياته بدون وعي، بتفتح الخارطة اللي قدامك. لدرجة انه اليوم دكتور انت من اي بلد؟ طبعا هو ليش عم بيسأله، ليش عم بيسأله عن البلد؟ هو اللي حابب يعرف البلد لانه حابب ياخد حكم، هو بده يعرف انا من وين عشان يحكم. أنا من مصر؟ لا، من الجزائر؟ لا، من تونس؟ لا، من الأردن؟ لا، من فلسطين؟ لا، مش عارف من وين. لا، لأنه في أحكام هو مش عارف يقعد. أنا مش عارف أقعد يا زلمة، احكي لي أنت من وين قاعد، أنا بحكحك، أنت احكي مين. طب شو بهمك أنا من وين؟ طب اسمع شو أنا بحكي يا رجل، شو بهمك أنا من وين؟ أنا من هون ولا من هناك؟ لا، ما أنت انتبه، ما أنت إذا من هون رح نسمع، إذا من هناك لا، لأنه أنتوا هذه شو بيسموها؟ الخارطة الذهنية. لذلك دائما بنحكي للناس خذ الرسالة لا تركز على المرسل، الحكمة ضالة المؤمن. مش بدنا نقعد ان تعطيني جواز سفرك عشان اعرف اسمعك ولا لا. يا ريت نخلص من هالقصة، لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني دعوها فانها منتنة، ومش عارف ليش الواحد بيروح بتركها بيمسك هالنتانة وبقعد بده، بقول لك لا انا بدي اعرف عشان اكون فخور فيك. يا اخي انا جنسيتي هي، يعني انا اليوم لما بعمل شيء مميز، انا بعمل هالشيء المميز مش جا انا مش مطلوب انه انا اقعد اتباهى بجنسيتي، انا اللي مطلوب مني اقدم لبلدي، مش بلدي اللي مفروض تقدم لي، انا اللي لازم اقدم. وما بدنا نحكي كلام شعارات، انا اولا واخيرا بقدم لنفسي لانه في اخره، بس الفكره فكره الموضوعيه العميقه، غياب المفاهيم، التعريفات. انا دائما بقعد مع الناس بلاقي في مشكله، ما في تعريفات لاي شيء. الناس ما بتعرف شو يعني احباط، ولا بتعرف شو يعني يأس، ولا بتعرف شو يعني اكتئاب، ولا بتعرف شو يعني موضوعية، ولا بتعرف شو يعني مشاعر، ولا ليش؟ ليش الناس ما لا، لأنه ما حدا درسنا، ما أنا ما كنتش أعرف، يعني أنا شخصياً ما كنتش أعرف، ما حدا درسنا، ما حدا علمنا، ما حدا وجهنا، مش ضروري يدرسونا ويعلمونا، مفروض كان في توجيه يفهمونا كيف، عشان ما نوصل للحال اللي وصلنا له، إنه كل أحكامنا مبنية على المشاعر. معظم الناس للأسف الشديد عبارة عن مشاعر قاعدة وراكبة وبتدلدل فيه يمين ويسار، وبتاخده على اليمين وبتاخده على اليسار، فبيتقلب ما بين إحباط وما بين غضب وما بين حزن، ومسكينة مكتئبة وعايشة في أزمة منتصف العمر وحاسة حالها ضاع عمرها على الفاضي، ومضى قطار العمر يا ولدي،
وما فيش لا جوز يقدر ولا حماي يتقدر ولا أهل يردوا ولا حدا واقف معي ولا حدا. وبعدين بيجي بيقول لك إحنا إلنا الله، يعني هيك بآخر عاد بعد كل هالنكد إلنا الله. سبحان الله كيف الله متروك للآخر، للآخر يعني إلنا الله شو بدنا نعمل؟ يقول لك توكل على الله، يلا شو بدنا نعمل؟ ما هي موته. ف يعني مشكلة مفاهيم، نحن نحتاج إلى ثورة في المفاهيم حتى نستطيع أن نرتقي بطريقة تفكيرنا. لن تتحسن الحياة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مش الكل حيسمع. أنت اليوم بدك تتعامل مع العلم بشكل أناني، بدك تتعلم عشانك. أنا ما بدي أقعد أنا أدخل دورة في الزواج عشان جوزي يتغير، لا، أنا بحكي لك لا تسجلي. أنا بدي أدخل عشان أفهم، عشان أوعى، عشان أرتقي، عشان يصير الحياة إلها على الأقل مفهوم. أكثر الناس ما عم بيعرف ليش هيك بيصير معاه فبيأس. شمعنا أنا ليش هيك؟ ليش هيك حياتي؟ ليش هيك حظي؟ ما فيش شيء اسمه حظ أصلاً. بس الإنسان بيلجأ لتفسيرات زي ما بده، لأنه بده يريح نفسه، بده يحس إنه مش هو السبب، فدائماً الشيء جاي من برا. بينما أنت دورك الوحيد إنك أنت تتعلم وترتقي. بشكل عام المشاعر تحتاج إلى تنظيم، وأنا بحب دائما أحكي حتى في العلاقات العاطفية، عندما تضحك في علاقة، علاقتك العاطفية الزوجية، فلا تضحك من كل قلبك، وعندما تبكي لا تنهي كل دموعك. ليش؟ عشان تستمر الحياة. لا تخلص الضحك وتعصره في مرة، ولا تخلص كل دموعك في موقف، عشان نضل دائما متوازنين. هذا هو الحب، هذا هو الاستمرارية، هذه هي العلاقات، هذه هي الحياة. علموا أولادكم، إذا راحت عليكم علموا أولادكم هالحكي، عسى الله أنه يرجع مرة تانية يجينا جيال فاهم الحياة أكثر من التيك توك وشو الرقصة وشو اللي ماشي وشو الترند اللي موجود. مسؤوليتنا كبيرة، وكل ما حدا بيشوف الجيل اللي جاي ضايع أموره لازم يعرف أنه رح نتحاسب. فكل واحد على قدر ما يستطيع، حاول دائما تنشر رسالة علم. امبارح انا عملت فيديو على موضوع العلاقات الزوجية، ويا جماعة هو الكورس هو نفسه مهارات العلاقات الزوجية الناجحة اللي احنا رجعنا مرة تانية فتحناه، بالاضافة الى انه في كورس يعني بعتبر انه من اكثر الكورسات اللي عليها اقبال ومن اكثرها فائدة للناس اللي حابة تقوي الذاكرة. كيف انا احفظ؟ وكيف في ناس تسألني انت كيف تحفظ كل هالمعلومات؟ هي عبارة عن مهارات، تكنيك، مانيش سوبرمان يعني، عادي بني آدم عادي، بس بستخدم تكنيكس معينة، شغلات علمية. لأنه اليوم عندك ناس، في أبطال بيسموهم أبطال الذاكرة، في ناس بتدخل بطولات اسمها أبطال الذاكرة، هدول بيستخدموا تكنيك معينة عشان يقوي الذاكرة ويعرف كيف يتعلم بسرعة ويلقط المعلومة ويحفظ اللي بده إياه، ومرات ما يحفظ اللي مش مهم. وبالتالي هي عبارة عن دورة متكاملة تتكلم من الألف إلى الياء على مهارات مهمة كيف تقوي ذاكرتك في الحفظ. فالكورسين هدول مفتوحين، بالإضافة إلى تدريب المدربين اللي إن شاء الله سنبدأ في نهاية هذا الشهر. التسجيل في تدريب المدربين مفتوح لغاية 15/7. إن شاء الله نشوف جيل جديد من المدربين، وربنا يكتب لنا أنه نحن ننقل هالشعلة إلى ناس تأخذ الشعلة وترتقي أعلى منا وأفضل منا بكثير. بدي أتمنى لكم يوم جميل وسعيد، وتعلموا دائما. نحن خلقنا، أنا دائما بحكيها في من قلب الحياة، نحن خلقنا لنتعلم ونتأقلم، ولم نخلق لنتألم. السلام عليكم.